السعودي، دي مقابل المنتخب السعودي. قائمة كان المنتخب النهارده السعودي. كان في النهارده تغيير مفاجئ كده شويه، ويمكن هو ما كانش مفاجئ، وهو فهد المولد ما بقاش موجود بسبب عليه قضيه، هو مش لحد دلوقتي هي موضوع المنشطات ما تمش اثباته، ولكن تجنبا لاي عقوبات او اي مشاكل المنتخب السعودي فضل ان هو يستبعد فهد المولد من القائمه، واحد من نجوم المنتخب السعودي المتمرسين، وتم عندهم لعيب استدعاء خط نص نواف اللي العابد بيلعب في مكانه. الهلال اسمه سلمان الفرج، سلمان الفرج سلمان ده كابتن المنتخب ده السعودي، بتاع واحد من الهلال، اللعيبه واحد من اللعيبه الكبيره ده جدا لعيب جدا. عالمي طبعا بصراحة، طبعا واحد من اللعيبه لعيب تقيل الكبيره، قوي. وهم بيعولوا عليك هي الكرة في السعودية اتطورت جامد جدا جدا فاروق في جدا السنوات الأخيرة جدا، بصراحة. والاحتكاك مع لعيبه محترفين، بنشوف لعيبه محترفين دلوقتي بينضموا للدوري السعودي طيب مطلوبين في انديه كبيره في اوروبا، سواء يروح لبعيد السعودية يعني منتخب والله السعودية يروح، بص شايف يقدر؟ المجموعه برضو مش سهله خالص، أيوة انت معاك الارجنتين وهو اعتقد ان هو حاجز مركزه في الصداره، بعد كده معاك بولندا منتخب قوي، المكسيك مدرسه معروفه في كاس العالم، عندها خبرات كبيره، واللعيبه اللي موجوده هي نسخه ورا نسخه، المكسيك دايما محافظه على تواجدها في كاس العالم، فعندهم الخبره. الحاجه الوحيده اللي بترجح كفه السعوديه في وجهه نظري هو هيرفي رينار، هيرفي رينار مدرب كبير ليه تجربه مع المنتخب المغربي، بشوفه وقال افضل مدرب جه اشتغل في افريقيا. طبعا في افريقيا وفي مع المنتخبات العربيه، سواء على صعيد يعني المنتخبات هو راجل حقق 2 بطولتين كاس امم، واحده مع المنتخب الزامبي كوت اللي ما كانش ديفوار حد، اعتقد كوت مره ديفوار في 2015 و2012 مع المنتخب الزامبي اللي ما كانش حد مرشحه مصنف. وما كانش مصنف خالص قبل البطوله، لكن هيرفي رينار قدر يكتب اسمه في الكره الافريقيه، وبعد كده لما انتقل للمنتخبات العربيه سواء مع المغرب او مع السعوديه هو قدم كوره كويسه جدا، فهو الوحيد اللي ممكن السعوديه تعتمد عليه ان هو يخلق المفاجاه. ضد الارجنتين هيبقى صعب، المكسيك وبولندا ممكن تاخد تعادل مع فوز تحقق 4 نقط والتاهل، لكن هي المجموعه والله صعبه. انا شايف السعوديه ممكن تعدي المكسيك وهولندا احنا بنتكلم في مجموعه، وبولندا هي ايوه بالنسبه للمنتخبات العربيه هي المجموعه اللي تقدر منتخب يتاهل منها، نسبيا لان اسهل. معاك بولندا والمكسيك تقدر تاخد منهم نقط. طيب في حاجه تانية في قائمه المنتخب السعودي؟ لا هو بس فهد المولد اللي كان التغيير النهارده بسبب القضيه اللي عنده طيب دي، وبعد قائمه كده العنابي، قائمه منتخب قطر، وهل بتشوف ان السكواد القطري، خد بالك المنتخب ده لعب اعتقد كوبا امريكا كوبا امريكا ولعب وتواجد في تصفيات تصفيات افريقيا اوروبا، اوروبا، اوروبا دي قائمة منتخب قطر. ما فيش عليها تغييرات كتير لنسخة كاس اسيا اللي خدوها، اللي قدر المنتخب القطري ياخدها ايوه عن جدارة واستحقاق، وكان اداء جيد جدا، يمكن السنين اللي فاتت الاداء تراجع شوية خصوصا في البطولة العربية اللي كانت موجودة في قطر، لكن حاليا هو النتاج للتطور القطري والتحضير اللي استمر اعتقد لاكثر من 10 سنوات. فيليكس سانشيز المدرب الاسباني كان موجود في مع جيل الشباب، وبعد كده طلع الجيل ده بقى جيل منتخب اول، واكتسب الخبرات بمشاركته مع المنتخبات امريكا الجنوبيه في البطولات، لان طبعا قطر هي الدوله المستضيفه لكاس كانت العالم. غريبة قوي، انا استغربت يعني. ما هو ما فيش تصفيات في اسيا لان هي الدوله المستضيفه وكده كده مترشحه، بس فقالوا فكرة بدل انك انت، الاحتكاك انا باسيا. فاهم. انت انك تلعب بطولة امريكا الجنوبية، يعني تلعب كوبا امريكا، تلعب تصفيات اوروبا برضو، يعني ما حاجة هو غريبة. هدفها بيتهيألي حلو او الواقعة الاولى من نوعها في طبعا طبعا، واعتقد ان هدف كويس، لان انت لازم تحتك بالمنتخبات اللي هتقابلها في البطوله، انت لو فضلت تلعب منتخبات اسيا وتواجدت في التصفيات حتى وشاركت فيها رغم تاهلك، برضه هتحتك باستراليا واليابان والسعوديه اهم والبحرين. لعيبه قطر من وجهه نظرك؟ طبعا المعز علي هو معز واحد، هو علي، راشفورد راس العرب الحربه، ولاعب جيد جدا من اصول وسريع، سودانيه اعتقد. من اصول سودانيه، وطبعا اكرم عفيف اكرم واحد من عفيف. افضل صناع اللعب اللي موجودين في قاره اسيا، هو قبل كده خد افضل لاعب في اسيا، ويمكن عبد الكريم حسن ده ظهير ايسر وجناح ايسر بيلعب زي كده علي معلول في النادي الاهلي، يقدر يتقدم ويلعب كجناح كمان مش ظهير، ففي عناصر جيده وفي تجانس كبير هيبان بقى في البطوله دي. مجموعتها صعبه عليها ولا سهله نسبيا؟ لا سهله نسبيا، يعني سهله لو نسبيا. اتكلمنا عن المنتخب القطري لو ظهر بقوه اعتقد ان هو قادر على التاهل. المنتخب الهولندي منتخب في بطولات كاس العالم لا تامن ابدا، منتخبين اعتقد في كاس العالم قبل البطوله ترشحهم كده للذهاب بعيد، ايوه هولندا وايطاليا، ايطاليا مش موجوده فهولندا دايما ممكن ترشحها ان هي تتاهل. غير هولندا بقى في المجموعه الاكوادور والسنغال، السنغال بدون ساديو ماني اعتقد ان هي بقت في متناول شويه، لان بدون ساديو ماني خلاص الفرقه كلها اكنك مثلا داخل مصر البطوله، ومحمد صلاح زي بالظبط في 2018 ما لعبش المباراه الاولى وتعرض للاصابه، فالسنغال حظوظها قلت شويه باصابه المباراة ساديو الأولى ماني. اللي هي كانت بتاعت أوروجواي، اوروجواي ما لعبش فيها. أحلى ماتش لعبناه في كأس العالم بتاع روسيا. طبعا ومحمد الشناوي تألق وكنا احنا يعني خلاص على شفا حفره من ان احنا يعني ناخد. هو أصعب ماتش، أصعب خصم في طبعا المجموعة أوروجواي، بنجومها بكافاني بسواريز بجودين بالتشكيلة دي، وأول ماتش في كأس العالم بعد سنين طويلة جدا، جيل يعني ما يعرفش عن إيه كأس عالم.
فبالتالي ماتش صعب ولعبت واديت وتعادلت. الماتشين اللي بعد كده روسيا والسعوديه احنا انا كنت بشوف ما جيناش بصراحه. ضد اوروجواي احنا لو كنا حافظنا على النتيجه وما استقبلناش الهدف في اخر المباراه احنا كان مسيرتنا هتختلف تماما. يعني مسيرتنا كانت هتختلف لو مباراه اوروجواي ان احنا للاسف استقبلنا هدف متاخر ده اثر علينا ضد روسيا وضد المنتخب السعودي. وكمان كان في بقى شويه بقى انت عارف بقى المشاكل اللي كانت موجوده والفندق والاقامه والكلام ده اثر علينا كتير. لكن لو رجعنا تاني للمجموعه الاولى اللي موجود فيها قطر اعتقد ان ليها فرصه تاهل مع المنتخب الهولندي وتطلع السنغال لو ساديو ماني موجود، بس انا ما اعتقدش ان هو يبقى موجود. اعتقد السنغال حظوظها قلت جدا. الاكوادور حاجه كده ضيف شرف. الاكوادور منتخب كان جيد في التصفيات، حقق نتائج ايجابيه، لكن في كاس العالم هو خلاص حقق التارجت اللي هو حاطه ان هو يتاهل لكاس العالم. يعني ما عندوش اهداف اكتر من كده، فاعتقد ان هو هيبقى يعني ممكن هو المتزايل في المجموعه. تمثيل مشرف يعني. اعتقد تمثيل مشرف، وهتبقى ما بين قطر وهولندا والسنغال يعني. طيب المنتخب ده انا اراهن عليه بقوه يعني. انا لسه هشوف واقرا تفاصيل مجموعته مع فاروق، بس اسود الاطلسي بالتشكيله دي بشوف ان المنتخب المغربي في التوقيت الحالي بيفكرني بالمنتخب بالنسخ القويه من منتخب المغرب. يعني منتخب بدو الزاكي وبودربالا وتيمومي 86، منتخب بسيط صلاح الدين ومصطفى حجي 98، والمنتخب ده اعتقد هو الانتداب الطبيعي بعد فتره كده تراجع شويه لسنين طويله. لكن بشوف منتخب المغرب السنه دي النسخه السنه دي. تعالوا نشوف قائمه المنتخب المغربي. احنا بنتكلم في قائمه مدججه بالنجوم واغلبها عناصر بتلعب في الدوريات الاوروبيه. يعني ياسين بون واحد، هو السنه اللي فاتت افضل حارس ياسين بون في اسبانيا في سيبيا اسبانيا افضل حارس في الليجا السنه اللي فاتت، وخد جايزه زامورا الافضل حارس في الليجا. اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن على مستوى العالم بلا نقاش، لاعب باريس سان جيرمان. رومان سايس كمان ونايف اجرد ثنائي جيد جدا في 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 خط الدفاع. عندهم بعد كده مزراوي اللاعب اللي انتقل، بدر بنون كمان معاهم في الدوري. بدر بنون موجود، لكن بدر بنون طبعا هيبقى صعب ان هو يتواجد في البطوله لان في نايف اجرد ورومان سايس هم لعيبه اساسيه، وفي اشرف داري كمان كان مدافع الوداد اللي قابل الاهلي اللي راح دلوقتي في بريست في فرنسا. في كمان على الجانب الاخر الظهير الايمن الثاني بيلعب في بايرن ميونخ وهو نصير مزراوي. لكن هو مش هيقدر يلعب في المركز الظهير الايمن، فبيلعب دلوقتي بيلعب في ظهير ايسر وهو بيجيد كمان في مركز ظهير ايسر. فبنتكلم في خط رباعي دفاعي قوي عالمي جدا. وسط الملعب عندهم سفيان مرابط لاعب فيورنتينا وهو اخو نور الدين مرابط اللي كان نجم البطوله اللي فاتت. لاعب جيد جدا مع املاح اللي هو الاكتشاف في بطوله الامم الاخيره. الهجوم بقى احنا بنتكلم على ثلاثي قوي جدا، حكيم زياش نجم تشيلسي والعائد بعد كلام كتير وشغب وطلبات اعتقد ان هو طلب شعبي ان حمد الله يرجع تاني للمنتخب المغربي. هو زياش ما كانش بيلعب مع خليلوزيتش، ما كانش بيلعب يعني ما كانش بيستدعي هو هو اللي كان واخد القرار ولا خد القرار. هو في البدايه خليلوزيتش استبعده من بطوله الامم، وهو اتفاجئ جدا ان هو واحد من نجوم المنتخب ازاي يبقى بره بطوله الامم. هو قال ان هو كان بيعاقبه، وبعد بطوله الامم خليلوزيتش رجع طلبه ان هو يروح، رفض ان هو يروح وقال انا طول ما المدرب ده موجود انا مش هبقى موجود مع المنتخب المغربي. وبعد تغيير المدرب رجع تاني حكيم زياش. انا بتفق معاك ان المغرب ممكن تحقق حاجه في البطوله دي لسبب واحد. وليد الركراكي المدرب الحالي للمنتخب المغربي هو واحد من لعيبه المنتخب المغربي اللي مروا بنفس ظروف اللعيبه اللي موجوده تحت ايده. ليه؟ لان هو كان لاعب مغربي من لعيبه المهجر اللي هو اللاعب المولود في فرنسا، لعب في بطولات اوروبا وكان بينضم للمنتخب وعارف كويس اللاعب المغربي او اللاعب الجزائري او التونسي او اللاعب اللي احنا بنقول دول المغاربه لما بينضم للمنتخب هو محتاج ايه. لان دايما اللعيب اللي موجود في الدوريات الاوروبيه بيتطلب يعني عنده شويه متطلبات لازم تبقى موجوده. هو وليد الركراكي لما جه اتكلم مع الاتحاد المغربي ووفر لكل لعيبته اللي موجوده في اوروبا كل سبل الراحه وكل طلباتهم اللي كانت موجوده، وهو عارف كويس يخرج منهم افضل ما عندهم ازاي. فاعتقد ان وليد الركراكي تعيينه قبل البطوله كمدرب للمنتخب المغربي هيفرق كتير معاهم في البطوله. ونتمنى بقى نشوف الحظ السيء اللي بيصادف الاجيال المغربيه. يعني احنا بنتكلم في جيل 98 كان واحد من افضل الاجيال المغربيه على مستوى عناصر ده وخرجوا ب وحتى جيل 2018 يعني. حتى جيل 2018 احنا بنتكلم في جيل كان جيد جدا، لكن اصطدم في مجموعه فيها اسبانيا والبرتغال وايران. قبل ما تخش البطوله تلاقي ان انت بتقابل اسبانيا والبرتغال خلاص. يعني الموضوع بالنسبه لك بيبقى صعب جدا. فاحنا بنتكلم ان الجيل الحالي قادر يعمل حاجه. مجموعته كرواتيا بلجيكا وكندا. بص خلينا نقول حاجه،
احنا مجموعه المغرب ما تقدرش. كندا رايحه بالفونسو ديفيز طبعا. الفونسو يعني ديفيز لا انا عايز اقول لك برضه منتخب جاي والله. وتصدر مجموعته في التصفيات على حساب الولايات المتحده، دي لاول مره تحصل والاول مره المنتخب الكندي يبقى ليه جيل قوي كده. هيرمان المدرب بتاعهم مدرب جيد جدا. فاحنا بنتكلم حاجتين قبل البطوله ما تقدرش تتكهن بيهم. لو جيل البلجيكا وجيل كرواتيا انتهوا وظهروا بمستوى سلبي او مستوى سيء هنقول المغرب ليها حظوظ للتأهل. لكن لو جيل الكرواتي والجيل البلجيكي في قمتهم ولسه محافظين على مستواهم، وانا بتوقع جيل كرواتيا هو لسه محافظ على مستواه، جيل بلجيكا في كلام شويه هنشوفه ضد المنتخب المصري ونشوف نسخه بلجيكا يمكن اللعيبه عارفه ان دي اخر بطوله ليها فممكن تأدي بشكل جيد. فلو الاثنين دولت في قمتهم اعتقد هيبقى صعب حظوظ المنتخب المغربي. لو كان في فرصه ان في اهتزاز شويه في كرواتيا او بلجيكا ممكن المنتخب المغربي يعني يكون ليه فرصه للتأهل.